من الأسئلة اللي كتير بنواجهها إنه متى يجب أن نراجع طبيب الأعصاب؟ طبعاً يعني في أعراض معينة لازم المريض أول ما يحس فيها إنه يراجع طبيب الأعصاب. يعني مثلاً أعراض مفاجئة لم تكن من قبل، صداع شديد أو متكرر، المريض لم يتحسن مثلاً من الأدوية المسكنات وغيرها، لازم يراجع طبيب الأعصاب. أعراض معينة فجائية، ضعف في جهة معينة أو تنميل في جهة معينة، أوكي، فجأة برضو يجب أن يراجع طبيب الأعصاب. اللي هو النوبات فقدان وعي متكررة ما وجد لها المريض أي تفسير، لازم يراجع طبيب الأعصاب حتى ينعمل له تخطيط وينعمل له فحوصات معينة حتى نتوصل للتشخيص. طبعا في أعراض أخرى زي التنميل، الخدران في الأطراف، متكرر متواصل ليلا نهارا، طبعا لازم المريض يراجع طبيب الأعصاب. وأهلا وسهلا فيكم في عيادة الدكتور نزيه الجلات.